تابعينا الكرام، تابعي شبكة قدس الإخبارية، أسعد الله أوقاتكم كل الخير وأهلا بكم في هذا البث الحي والمباشر من داخل مقر الصليب الأحمر الدولي في مدينة البيرة، حيث تنظم هيئة شؤون الأسرى وقفة تضامنية أو اعتصام داخل مقر الصليب الأحمر تضامنا مع الأسرى في سجون الاحتلال، وبالتحديد الأسير خليل عواودة، وهو يعاني من وضع صحي خطير جدا داخل سجون الاحتلال. عاملين حاجز على فكرة في محسوب يطلبوا هويات كمان شوي عاملين محسوب
خليل؟ لا لا Yeah.
دكتور ليلى. بسم الله الرحمن الرحيم، نلتقي في هذا الاعتصام الأسبوعي المتواصل والمتجدد لنؤكد للحركة الأسيرة الفلسطينية على وقوفنا وإسنادنا لهذه العذابات وهذه الآلام وهذه الجراحات التي يعانيها أبناء الحركة الأسيرة الفلسطينية في مختلف السجون والمعتقلات الإسرائيلية. حملات مسرورة من الاعتقالات تطال كل ليلة العشرات من أبناء الشعب الفلسطيني والزج بهم في أقبية التحقيق وأمام المحاكم العسكرية الإسرائيلية وإيقاع الأحكام القاسية بحقهم وفرض الغرامات الصاهبة عليهم. دائما يكون إلقاءهم أبناء الحركة الأسيرة الذين يتعرضون للامتحانات وهنا يجب أن نقول بغرفهم أي شيء هو ليس وخاصة ما جرى في قسم 7 في سجن ريمون أسرانا وفي سجن عوفر ما يعانون من ظلم ولكن واستمرار مصرين على كسر هذا السجان في بطولاتهم داخل السجون الإسرائيلية. لا يفعل أحد أن هذا وعلى رأسهم القتل كل ما هو فلسطيني بشتى الطرق الأسرى الأسير المضرب عن الطعام لليوم 57 بعد المئة على الدوالي أي دولة الأسير يوجد فيها خليل العوام الكم من الإرهاب هذا الأسير الذي يعاني في السجن الكبير خارج السجون الصغيرة يوميا هناك ومن يتحمل المسؤولية عن حياته بالأمس في قصر عقبة كل يوم هناك استجابة لأبناء شعبنا ولكن هذا لن يخلينا أن نستمر في سقفنا اللي عهدنا ربنا من عليها أن نبقى شامخين مصرين على حصول الشهادة خروج أسرانا وأسيراتنا حيث أن زوال هذا الاحتلال اللي إحنا ممكنين أن صاحب الحق لابد أن ينتصر وحتى نترحم على شهادة بإذن الله في القدس وهي مقررة مصلحة السجون والمحاكم العسكرية ومن خلفها الحكومة الإسرائيلية لا يريدون تسجيل أي انتصارات جديدة للحركة الأسيرة الفلسطينية وخاصة في هذه المعارك سواء كانت فردية أو جماعية من الإضراب المفتوح عن الطعام. الأسرى الإداريون يواصلون مقاطعة المحاكم بمستوياتها الثلاث لأكثر من 7.5 أشهر على التوالي. هؤلاء الأسرى الذين ضاقوا ضرعا من تجديد وتثبيت هذا الاعتقال الإداري لهم في هذه المحاكم العسكرية الظالمة كان لابد أن يقبلوا على هذه الخطوة الحقوقية والقانونية والتي قد تتلوها مستقبلا خطوات من الحكومات الجماعية عن الطعام للتأكيد على حقهم بالحرية والانعتاق من الاعتقال الإداري الذي يطال المئات من أبناء الشعب الفلسطيني الآن داخل 3 سجون إسرائيلية. أما فيما يتعلق بأسرانا المرضى والذين يعانون أوضاع صحية خطيرة داخل السجون الإسرائيلية وعلى رأسهم الأسير البطل ناصر أبو حميد الذي يعاني سكرات الموت بسبب مرض السرطان الخبيث الذي بدأ ينتشر فعليا في كافة أنحاء جسده والذي ما زال يقاوم هذا المرض كما قاوم هو وإخوته وأفراد عائلته هذا الاحتلال. فالتحية كل التحية لكل أسرانا المرضى والقدامى والمعزولين والإداريين والأسيرات والأطفال والأسرى القادة وأسرى المؤبدات داخل السجون الإسرائيلية. وباسمكم جميعا وباسم الحركة الأسيرة الفلسطينية نبعث بأسمى آيات التعازي لأهلنا في مخيم جنين بارتقاء والدة بطل معركة جنين أبا جندل والتي انتقلت إلى الرفيق الأعلى حيث أننا وفي هذا المقام لا يسعنا إلا أن نقول إنا لله وإنا إليه راجعون. وعليه فإننا نؤكد على استمرار هذه المسيرة مسيرة الوفاء
لأسرانا داخل السجون الإسرائيلية بإسنادهم والوقوف إلى جانبهم. كلمة مؤسسات الأسرى والقوى الوطنية والإسلامية يلقيها الرئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين أخي قدري أبو بكر فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحضور الكريم أهالي وذوي الأسرى داخل سجون الإنجلال، نقف اليوم امتدادا لوقفاتنا الأسبوعية في محافظات الوطن دعما وإسنادا لأسرانا الأبطال وأسيراتنا داخل سجون الإنجلال. أيضا نقف دعما لأسرانا المسؤولين عن الطعام الذي دخل يومه 256 يوما، وهو الأخ خليل العواضي في الشهر التاسع مضرب على الحوالي. كذلك الأمر لا بقول لك غنيات متأكد رغم أن اللي كتبها الناس من اللج له 6 أيام أسبوع مضرب عن الطعام والمياه والمر، وقد أدخل إلى المستشفى في حالة الخطر في الأنف أو هو الأنف. هؤلاء الأسرى المستمرين في إضرابه نحكي عليه دخلوا في حالة الخطر في ممكن أسرى آخرين. الملفات الأسرى كثيرة، منها المرضى السرطان والكلى وغسيل الكلى والمقعدين، هناك كبار السن، هناك الأطفال، المرأة، كثير من الملفات الحساسة والذين دخلوا في حالة الخطر. بالأمس كنا في مؤتمر في نابلس، مؤتمر الشهداء الفلسطينيين المعتقلة أو المحتجزة، جزء منهم والتي بلغ عددهم 357 شهيد بالمقابر الرقمية أو بالثلاجات، منهم 9 أسرى داخل سجون الاحتلال ما زال الاحتلال بيحتجز يتامينهم، وأقدمهم الأخ خليل الدولي الذي استشهد في سجن عسقلان في 1980. الحملة متواصلة على شعبنا بالخارج والداخل داخل السجون، وهذا يبدو وكأنها ضريبة يدفعها الفلسطيني في بداية كل حملة انتخابية يقوم فيها الإسرائيليين. حاليا صار في الاعتداء على غزة أي مبرر الشهداء، وآخرهم كان الشهيد البطل محمد الشحام الذي اغتيل بدم بارد أمام أهله وبصرته تم إطلاق النار عليه على رأسه من مسافة صدره. هذه كلها عمليات يعني لا تتم لولا هناك توجيهات من المستوى السياسي بشكل عام أعلى إلى الجنود وغيرهم، لأنه أطلقوا أيدي الجنود في أن يتصرفوا في الميدان كما يحلو لهم. هذه أوضاع طبعا، والمحكمة اللي بالأمس حكمت رد المحكمة خليل العواضي هي تثبت أن المحاكم الإسرائيلية هي محاكم دورية، والذي يحكم فيها هو أفراد يبدو وكأنهم يريدون الاستشهاد أو كسر إرادته. هو صباح مع زوجته في الإذاعة وتحدثت عن أوضاعه الصحية، وقالت إنه معنوياته عالية جدا، لا يمكن أن يمتلك إضرابه إلا بالنصر أو بالشهادة، وهكذا عودنا أسرانا داخل السجن. من هنا أنا يعني بوجه دعوة لجماهير شعبنا أن تقف إلى جانب أسرانا المضربين وغير المضربين كل السجون، وزيادة الحشد والدعم للجماهير لهم، وبالفعل طبعا المنظمات الفلسطينية، العمل الوطني الفلسطيني والسلطة الوطنية والقيادة الفلسطينية أن تكون يعني